اي يا سيدي، احنا في البرنامج هذا نحاولوا باش نحلوا مشاكل مع المواطنين. كي يتصل بنا مواطن عنده مشكله، فقره الرصد هذايا مش مواطنه كهو، هي تهم جهه كامله، معناتها اما معتمديه والا ولايه والا مشروع معطل والا معناتها مجموعه من السكان في منطقه من تراب الجمهوريه. مرفت كنا عدينا في القصرين مشكله نتاع ملعب غير مهيئ، الوضعيه نتاعو خايبه برشا، الجازون نتاعو مش نابت، اللي يتيح معناتها يتضرب في سويقات ويدمدم، فك الملعب معناتها صعيب ياسر الوضعيه نتاعو. المهم مراسلنا حاتم الصالحي المراسل المجتهد جدا، ديما ناشط، ديما يلوج، ديما يبربش، بعد ما عدينا المراسله فما تطورات وفما جديد في الموضوع. تحياتي صديقي وزميلي. تحية ليك وصال، وتحية للي يسمعوا فينا على شمس فام من مكانه. وبالفعل وصال متابع للموضوع اللي كنت ذكرت وانت عديناه الاسبوع اللي فات، انه امس صارت جلسه في مقر ولايه القصيم بحضور مديرين عامين من وزاره الشباب والرياضه. الجلسه هذه تم تخصيصها معناها للنظر في اشكاليات المنشات الرياضيه في الجهه، بما فيها اشكاليه تعشيب المركب الرياضي بالقصرين. الاشكاليه وصال انه في ملاعب اخرى انه البلديات هي اللي تابع وعندها مختصين في متابعة العشب. الوزارة تكفلت معناها انه باش يتم تعشيب اعادة تعشيب الملعب من الاول جديد، وباش يتم معناها التسريع في انجاز الصفقة ونشرها في مختلف الوسائط اللي تنشر فيها الصفقات العمومية. تم تخصيص اعتمادات حاتم؟ الاعتماد المخصص هو 350 ألف دينار هو وصال، والوزارة معناها حسب مبلغني أني مستعدة أني باش ترفع معناها في قيمة الصفقة، على أن الوزارة زادة باش تتكفل أني باش تشوف معناها مكتب متابعة ولا مكتب معناها دراسات أنه باش يتابع مراحل معناها إعادة التعشيب، خاطر لأنه العشب الطبيعي وصال يتطلب معناها مختصين فيها باش يعملوا المتابعة لكل مراحل التعشيب ولا ما بعد التعشيب. إن شاء الله تكون في أقرب الأجيال ويتمتعوا أهالي الجهة بهذا معناتها المرفق العمومي للشباب خاصة. شكرا لك حاتم صالحي. كان فما مشكلة أخرى في القصرين في أي جهة من الجهات، طبعا المجال مفتوح ليك في فقرة الرصد في أي وقت من الأوقات. مرحبا بك، شكرا ليك حاتم صالحي مراسلنا في القصرين. تو سويت نمشي.